نحن نعيش غبنة جغرافية. إيران من أين تطلق صواريخها؟ من تركيا؟ من العراق؟ وإسرائيل محور تطلق صواريخ من العراق؟ تمر بزمان لا 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 هذا أخطر. أستاذنا العزيز اللحظة هاي مهمة حتى أحكي لك بالتخصص. انذكر أكثر من مرة الأراضي العراقية. طبعا من يقدر يطب الأراضي العراقية؟ إسرائيل تسرج جيش للعراق؟ مستحيل. ولا إيران ممكن أن تدخل لأن هذا راح يعتبر احتلال. بالتالي أمريكا راح تضربه، العراق راح من حقه يضربه، وراح يكون حجة إيران دخلت. الأجواء هي اللي الآن تقديرك تقديرك راح تحصل الضربة الإسرائيلية على العراق لولا؟ نعم ضربة واردة، وبنك الأهداف معد ومحدد، والحكومة تعلم ذلك والفصائل تعلم ذلك. هناك لدينا ميليشيات فاعلة في العراق. السيد السيستاني، هل يوجد مرجع في العراق أكثر منه؟ عاش صمت سياسي، صيام سياسي لسنين طويلة. أعلم قبل أيام أستاذ أحمد قال حصر السلاح بيد الدولة، استشعر بالخطر اللي جاي من خلال هذه التصرفات للميليشيات وللفصائل التي هي خارج سيطرة الدولة.